هو انا لو عايز اخس ايه الاحسن، العب كارديو ولا اشيل حديد؟ لو عايز تعرف الاجابه خليك معانا في انفورما. جاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم، معكم حسين سيد وحلقه جديده من انفورما. مش هفكرك لو لسه ما عملتش لايك على الفيسبوك، فولو على الانستجرام، سبسكرايب على اليوتيوب، روح اعملهم دلوقتي حالا. ولو عايز تعمل لك برنامج غذائي مخصص ليك او تدريبي عشان تعرف توصل للجسم اللي في دماغك، ابعت لي على الانستجرام او الفيسبوك. ويلا نخش في الحلقه. كارديو بقى ولا حديد الاحسن للخسسان؟ ناس كتيره مصدقه انك لو عايز تخس لازم تلعب كارديو كتير قوي. الكارديو زي الجري، المشي، العجله، التجديف مثلا، وانك لو عملت الكارديو ده لمده طويله هتخس على طول. طبعا طبعا. بس لو جيت تسالهم عن الحديد وشيل الاوزان يقولوا لك وانا ضايع وقت ليه في الحديد واني اطلع عضلات وانا عايز اخس دلوقتي. بس في الحقيقه الموضوع ما بيمشيش كده خالص. بس لو جم سالوني في يوم تختار حاجه واحده بس بين الكارديو والحديد عشان تعرف تخس بيها، هختار الحديد. طب بتهزر يا ابني؟ لا 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 ما بهزرش. تعال نشوف الموضوع بيمشي ازاي. تمارين الكارديو زي ما قلنا قبل كده زي الجري، المشي، العجله، التجديف، دي بتعتبر حاجه اسمها ايروبيك اكتيفيتي. ولو سالتني يعني ايه ايروبيك اكتيفيتي هقول لك ده نشاط او جهد انت بتعمله باستخدام الاكسجين. وانت بتعمل النوع ده من النشاط ضربات قلبك بتبقى اقل من 70% من الماكسيمم هارت ريت، وجسمك بيستخدم الجلوكوز والدهون عشان يعرف يعمل النشاط ده. ولو بصينا للناحيه الثانيه وجينا للحديد وشيل الاوزان هنلاقيها حاجه اسمها انايروبيك اكتيفيتي، يعني نشاط او جهد ما بنستخدمش فيه الاكسجين. جسمك بيستمد الطاقه عشان يعرف يعمل النشاط ده من الجلايكوجين او الجلوكوز الموجود في العضلات. يعني لو جينا قارنا ساعه كارديو بساعه حديد هتلاقي ان اثناء التمرين انت بتحرق في الكارديو اكتر ما بتحرق في الحديد. ايوه طب انت عايز ايه دلوقتي؟ اصبر بس واسمع للاخر. الفكره هنا مش في الحرق اثناء التمرين، الفكره في الحرق بعد التمرين او الافتر بيرن. الكارديو زي الجري والمشي بيحرق اثناء التمرين بس ما بيحرقش ولا كالوري بعد التمرين. لكن شيل الاوزان والحديد او الانايروبيك اكتيفيتي في دراسات اثبتت انها بتزود حرقك ل 38 ساعه بعد التدريب. يعني بعد التدريب بيوم ونص وانت قاعد على الكنبه بتتفرج على الماتش لسه بتحرق من تمرينه الحديد اللي اتمرنتها اول امبارح. ايه الحلاوه دي؟ فانها تعلي معدل حرقك ب 38 ساعه ده ممكن يعادل او يعدي كمان السعرات اللي انت حرقتها في الساعه الكارديو. ميزه ثانيه بيديها لك الحديد او شيل الاوزان لازم تاخد بالك منها. لما تشيل حديد او تشيل اوزان عضلاتك المفروض انها بتكبر. ولو فاكر في حلقه ازاي تحسب معدل حرقك كنا قلنا ان البي ام ار او البيزل ميتابوليك ريت او معدل حرقك وانت ما بتعملش اي مجهود معتمد على حجم عضلات اللي في جسمك. معنى كده انك لما تلعب حديد وتكبر عضلاتك نسبه الحرق بتاعتك وانت قاعد ما بتعملش اي حاجه بتزيد جدا. انت بتتكلم جد؟ اه والله. كل ما العضلات كبرت الجسم بيبقى محتاج طاقه اكبر عشان يعرف يصرف او يكفي احتياجات العضلات دي. وعشان تستريح وتتاكد لكلامي في دراسه عملوها على تاثير الحديد وشيل الاوزان على البيزل ميتابوليك ريت. جابوا مجموعتين، مجموعه من الرجاله ومجموعه من الستات لمده 24 اسبوع، وبعد ال 24 اسبوع لقوا ان معدل الحرق عند الرجاله زاد ب 9% ولقوا ان معدل الحرق عند الستات زاد ب 5%. وده طبعا منطقي عشان الرجاله بيطلع لهم عضلات اكتر عشان هرمون التستوستيرون. فكده اثبتنا ان الحديد احسن من الكارديو في حرق السعرات الحراريه. معنى كده اني بقول لك ما تلعبش كارديو خالص؟ اكيد لا. الكارديو ليه فوائد كتيره قوي زي ان هو بيزود لك الانديورنس او قوه التحمل وبيحسن من كفاءه الجهاز الدوري التنفسي. بس انك تعتمد عليه اعتماد كلي ان هو اللي هيخسسك لا. وعايز اقول لك حاجه، انت برضه لو اعتمدت اعتماد كلي ان الحديد هو بس اللي هيخسسك لا. اذا كان الحديد او الكارديو الاثنين بيحرقوا سعرات حراريه، بس امتى يخسسوك ويحرقوا دهون؟ يخسسوك ويحرقوا دهون في حاله واحده بس، انك تعمل دايت في عجز في السعرات الحراريه. تاني يا زكي. تاني وتالت ورابع. وعجز في السعرات الحراريه هنا مش قصدي انك تاكل بيضه في اليوم. دايت في عجز في السعرات الحراريه يعني انت تاكل اقل من اللي جسمك بيحرقه في اليوم. يعني مثلا لو انا جسمي بيحرق 3000 سعر حراري في اليوم، فانا لو عايز اعمل دايت في عجز في السعرات الحراريه هاكل 2500 سعر حراري بس. كده حققت العجز في السعرات الحراريه وكده جسمي هينزل دهون. عشان في ناس كتيره بس عندها لبس ومتلخبطه في كلمه دايت في عجز في السعرات الحراريه. وفي الاخر ده اختيارك، لو عايز تلعب كارديو مش عايز تلعب حديد عشان انت ما بتحبش الحديد دي ليك انت. بس لو بتتكلم على الخسسان وازاي تنزل دهون ما عندكش حل غير انك تعمل دايت في عجز في السعرات الحراريه. غير كده شكليات
بالظبط كده. وفي الاخر لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل شير عشان تفيد صحابك كمان، وما تنساش لايك على الفيسبوك، فولو على انستجرام، ولو انت على اليوتيوب دوس زرار السبسكرايب تحت عشان ما يفوتكش اي حاجه من انفورما. سلام.